أو تجارية أم ماذا؟ ووجود لجنة تقيم الكلمات، وكما قال سي عزيز رايس باش تتصفى الكلمات وناخذ ما هو جميل وجيد ونترك الباقي. هل هناك لجنة أو هل هناك جهة مسؤولة من المفروض أنها تكون مسؤولة أولا على وجود لجنة هي التي تقيم؟ يعني درك كاين شباب اللي وصلوا ونجحوا، ماهوش ذنبهم إذا كانت هناك كلمات، مادام قادرين يغنوها، مادام قادرين يوصلوها للناس، مادام ليست هناك مراقبة، يعني ما نقدروش نحملوهم هذه المسؤولية، سواء لي باغولي كتاب الكلمات أو الشباب اللي غنوا هذه الكلمات. شكرا. نعم، ربما السؤال موجه هنا، نشوف الأستاذ سيد الجودي وهو كاتب كلمات العديد من الأغاني اللي تغنوا بها شباب الراي ولا شبان الراي. تفضل. أنا نهضر على الكلمات، مانيش عارف أنا يقولوا كلمات. أنا بيرسونالمون راني نكتب لي تكست، كي فاهم عنا كي تسمع لي شونسون، واش راني ندير لا جوناس تاعنا، هاد الشبان اللي راهم يغنوا جيكري دي تكست، وهذا اللي راه يقول ستادير كلام مهمش ولا جو سي با وشنو، مانيش عارف كيفاه. يعني انت واش تعني لك الكلمه بالنسبه للاغنيه؟ واش تعني لك؟ كيفاش واش تعني لي؟ واش تعني لك يعني المهمه تاع الكلمه بالنسبه للاغنيه؟ با كومبري، انا جو سي با، انا نكتب واش نحس، راكي فاهمه، نكتب واش نحس ونشوف باغ اكزومبل شونتور ولا نعطيها على حسابه واش كاين، وانا قبل ما نكتب ديجا نفوتها عند نقراها لي جون ولا نشوف لا يفهم هذيك لا يفهم ذاك الكلام، ستادير يجوز فيت كيما يسمعوا بالخف، هذا ذاك الساعة نقدموا للشونتور قال هاوليك غني هذا و نعم. تفضل زميل سفيان. على كل حال واش قال الاستاذ عبد الرحمن جودي صحيح، هو وعلى كل حال بالك ما عرفش يعبر، بصح لازم نتكلموا على حاجه، دور الاغنيه الراياويه ونجاح تاعها ادى اوتوماتيكمون لواش لتدخل واحد العباد نقولوا بالك يعتبروا نفسهم كمنتجين، وناس واحد اخرين يعتبروا نفسهم كفنانين، وناس واحد اخرين يعتبروا نفسهم ككتاب كلمات، تعتبرهم سي دي بارازيت. في لو سوكسي تاع لا شونسون راي هذيا حبوا هما على ظهرها يديروا النجاح تاعهم يكون شخصي بالطبع. اروح حنا نطلقوا هنا للجانب التجاري تاع الاغنيه الراويه، خاطش هناك لازم نقولوها بلي كان ان اسبي كوميرسيال في لا شونسون راي. لاسبي كوميرسيال هذا وين يبدا؟ يبدا بالتدخل دي بارازيت كيما هادوما، وبالطبع دخول اغاني كيما هادوما للسوق الوطنيه وبالكلمات الجد ورديئه هادية. بصح كاين تانيك حقوق التاليف اللي هما راهم في قفص الاتهام، باسكو تيوريكمون كاين دي كوميسيون اللي تجوز عندهم لاكاسات هذيك. بصح حنا ما نتسالو كيفاش بعد تجوز لا كوميسيون تلقاها في السوق الوطنيه، هذا السؤال اللي يبقى مطروح، ونورمالمون حقوق التاليف كان كون واحد هنا يقدر يجاوبنا عليها. وكاين عده. نعم تفضل. كاين الاخت قالت اسكو زعما تكون حاجه لجنه تاع تصفي الغناء وتصفي